السلام عليكم. العديد من العملاء يسألون عن الخدمات التي تقدمها مجموعة جورج. ما هو قسم التصميم الخاص بهذه المجموعة؟ وماذا يمكن أن يستفيد العملاء من الخدمات المقدمة هنا؟ ولماذا يختار العديد من العملاء مجموعة جورج لتقديم الخدمات لهم؟ هذه الأسئلة وغيرها من الاستفسارات سوف أحاول أن أجيب عليها اليوم في هذا الفيديو. معكم عاصم مياس من مجموعة جورج. نحن ملتزمون لجعل المشروع الخاص بكم ضمن السعر، الوقت، الميزانية والجودة المحددة. ولتحقيق منزل الأحلام الخاص بكم يوجد لدينا قسم خاص بالتصاميم الهندسية. إذن ما ترونه أمامكم هو مشروع خاص بأحد عملائنا في المملكة العربية السعودية، وما سوف أريكم حالا وهو كيفية اختيار المواد الأولية والتصاميم الخاصة بهذا المشروع. تعالوا معي. نحن الآن في قسم التصاميم الأولية والهندسية للتأكد من خطة العمل. كما ترون نحن الآن نقوم بالتأكد من المقاسات والأحجام وأنه قد تم استغلال جميع الفراغات. حسب ما تم الاتفاق به مع العميل فقد تم اختيار النمط الأوروبي لهذا المشروع. كما ترون نحن الآن نقوم بالتصميم ثلاثي الأبعاد. بعد الكثير من التعديلات والمناقشات مع العميل فقد تم الانتهاء من التصميم النهائي، وكما ترون العميل راضي جدا عن هذه التصاميم. بعد الانتهاء من مرحلة التصميم سوف ننتقل إلى المرحلة التالية وهي مطابقة المواد. تعتبر هذه المرحلة مهمة للغاية، لذلك يجب اختيار مواد ذات جودة عالية تتناسب مع التصميم وتكون في إطار الميزانية المطروحة لهذا المشروع. اختيار دواليب المطابخ، وذلك لكثرة المواد والألوان المستخدمة في المطابخ. سنختار أيضا مواد ذات خصائص بيئية تتناسب مع العميل، حيث أن العميل قد أخبرنا أنه يبحث عن خزانات أكثر متانة ومقاومة للماء والرطوبة، أيضا مقاومة للحرارة العالية. اختيار مادة السيراميك كونها مادة أساسية في تكوين المنزل، لذلك سوف نقوم الآن بمطابقة الألوان والأشكال التي تتناسب مع التصاميم المتفق عليها مع العميل. وبعد البحث والتدقيق تم اختيار هذا اللون وهذا الشكل كونه متطابق تماما مع التصميم. يعد اختيار الأثاث من أهم الخطوات العملية، حيث سيكون لاختيار الألوان والمواد والحجم تأثيرا على الشكل النهائي، وسوف يعزز من جمال المنزل بأكمله. سوف تكون أيضا خطوة مهمة لاستغلال مساحة المنزل لأقصى حد، ولذلك سوف نبذل أقصى جهد لتجهيز منزل العميل بما يتناسب مع التصميم. بعد الانتهاء من خطة العمل سوف يتم عقد مؤتمر بالفيديو مع العميل، وذلك لمناقشة آخر تفاصيل هذا المشروع. بالطبع العميل يبحث عن أفضل جودة لهذا المشروع. كما ترون فريق العمل موجود حاليا هنا، وذلك لتلبية جميع متطلبات هذا المشروع.
هذه قائمة المنتجات والفاتورة النهائية، وهي تسرد بوضوح المواد والأسعار الخاصة بجميع المنتجات، وذلك لتسهيل تنفيذ المشروع بسلاسة. بعد أن تم استلام المبلغ المقدم من العميل، سوف نبدأ في ترتيب إنتاج البضائع ومتابعة توريدها. بعد أن يتم إنتاج البضائع، سنقوم بفحص جودة البضاعة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة. يشمل هذا الفحص المقاسات والألوان وجميع التفاصيل الأخرى. بعد ذلك سوف نقوم بتصوير فيديو توضيحي وصور وإرسالها للعميل. الخطوة التي تليها وهي تغليف البضاعة وطباعة صورة ورقم كل قطعة، بالإضافة إلى العلامة التجارية الخاصة بالعميل لتسهيل البحث عن أي منتج. أخيراً بعد هذا المجهود الكبير، تم الانتهاء من تجهيز وتصنيع جميع البضائع. حالياً فريق العمل يقوم بتحميل البضائع إلى الحاوية. يتم طباعة قائمة تفصيلية بجميع المنتجات ومطابقتها بشكل كامل ودقيق قبل تحميلها إلى الحاوية. يتم طباعة ورقة يوجد فيها جميع تفاصيل المنتج الموجودة في الكرتون، بداية من الصورة الجمالية بعد أن يتم تركيب المنتج، الرسم التوضيحي أو البياني للمنتج، اسم المنتج والكمية الموجودة في هذا الكرتون. يوجد لدينا فريق تحميل محترف، وذلك لضمان عدم تلف أي بضائع ولترتيبها بشكل مناسب لاستغلال مساحة الحاوية، أيضاً لسهولة تفريغها بشكل سلس بعد وصولها إلى العميل. نحن نتطلع إلى اللحظة التي سوف تصل فيها البضائع للعميل.